هاي الغذائيه خلي صوره وشوفه شلون وضعيه. سولف وياهم. اي وضعيه كلش تعبانه والله، كلش تعبانه والناس هم ملت 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 ملت. التعب نفسي هذا والله، نفسي وفكري وعقلي والناس واصله لمرحله يأس. هسه ما نفتي بس نجيب الحاجه تبيعها لنا وبتشمل عليها وتشتري. يعني يجي المشتري ماكو من يجي المشتري يقول لك ها هم صعد الغراض، نقول له عم والله صعد الغراض ما يصدق ما يصدق. لان هو المواطن همل يوميا صاعد. الف رحمه على امك وابوك، هي هاي وكل ما هي عايش تسوي العالم. يعني حتى هالاشياء البسيطه نفس الشيء نفس الشيء. هذه الاشياء بالربع والخمس نفس الشيء نفس الشيء. هسه الكيك هذا كان مثلا باربعه تبيعه مثلا اربعه وربع، تروح له تلقاه بخمس. زين من تجي وتقول له بخمسه وربع هذا المشتري شو يصير فيه؟ يعني يقول لك ليله ويوم صعدت الف؟ يابا مو والله مو انا. هسه يقولون ما يخالف الدولار صعد 20 20 نمره. خلي يصعدون 20 نمره. صعد اضعاف. صعد اضعاف. مع الاسف. مع الاسف يا والله. ممنون لك. حياك الله حياك الله.